الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول الاستشارات دائما، أقول بحر لا ساحل له. احفظها. اتصل بي أحد الشباب، وهي حالة يعني بعض الأحيان تجيك استشارات ووقائع تقول سبحان الله العظيم، لكن الحمد لله الخير لا يزال ولله الحمد في هذه البلاد المباركة إلى قيام الساعة، والخير كثير ولله الحمد. اتصل بي أحد الشباب وقال لي بيني وبين والدي خصومة. قلت بينك وبين أبوك؟ كم عمر أبوك؟ قال والله أبوي عمره حول 80. قلت وبينك وبين أبوك في هالعمر خصومة؟ قال لي وأنا صراحة ما أدري وش أسوي، أنا الدنيا أبجيك أبجيك. قلت حياك الله. فجاني قلت وش المشكلة؟ قال المشكلة أبوي لزم علي قبل فترة من الزمن، أمي توفاها الله عز وجل وساكن أبوي ساكن في هالبيت، ولزم علي أبوي قال تزوج، وتزوجت لي الآن سنة ونصف أو سنتين. يوم تزوجت سلمكم الله قال أبوي أسكن عندي فوق، أسكن عندي فوق يا ولدي، ها وأنا تحت. طبعا يقول أنا مستقل يعني المدخل، وأبوي مستقل، يقول سكنت عند الوالد. بعد فترة سنة سنة وهذا قال أبوي عاد وين الأجار؟ إيه قال له الأبو وين الأجار؟ طبعا هذا الشاب سبحان الله العظيم كان يدرس في الجامعة وكان يشتغل سلمكم الله حراسات السكرتي هذه، فقال يبا ما عندي شيء، أنت عارف أني تزوجت وأنا سويت وطلعت وهذا. قال لا تطولها ويقصيرها، تسمع عطني الأجار. جاني الشاب، إلا الشاب يعني مستوي ومتأثر، وقال أبوي يسوي بكذا وما أدري إيش ولا. طبعا الأبو يبدو أنه يمر بحالة نفسية، تعرف توفيت الأم ويمكن التعامل معه. قلت له طيب خلنا نسولف أنا وياه. قال وش نسولف؟ أنا عندي بنت، أنا ما لحق، أنا تدري إيش. قلت طيب خلني وسع صدرك، هل في مجال أكلم الوالد أسولف مع الوالد؟ قال أخاف أتكلم الوالد أبوي محار، أخاف أتكلم الوالد ثم تزيد الأمور. قلت أجل خلني أسولف أنا وياك، خلني نسوي أنا وياك خطة. قالوا طيب يلا عطني خطتك. قلت أول شيء هالحين قدر الله لو طلعت الآن من البيت وأنتم ساكنين في حي ما شاء الله جيد وتبي تستاجر، أنت الآن ساكن في دور كامل صح ولا لا؟ قال قلت لو تبي تطلع الآن كم تستاجر وكم بتأثث؟ قال والله يمكن احتمال أنها تصل 40,000 50,000. قلت لا تقول 50,000 ولا 40، قل 30,000 على سبيل المثال، مش أمورك ها 30,000. 30,000 كثيرة ولا ما بكثيرة؟ قال يا أخي أنا أقول لك أنا أدرس في الجامعة وما شاء الله شاب تحبونه في الله، شاب ما شاء الله يعني رجل حازم ورجل مجاهد، وأقصد أنه يجاهد في هالحياة، يجاهد في الدراسة يجاهد في العمل. قلت طيب لو تقول لوالدك يبه الفترة هذه لا تحسبها، خلنا نبدأ من السنة هذه بس انضبط معه. قال ها كيف؟ قلت يعني من نقول من اليوم يلا ابد بعد 6 أشهر تعطيه هذا. قال كم أقول له؟ قلت تقول للوالد ب10,000. يقول جاء الأبو قال يبا اسمح لي بالفترة اللي فاتت والفترة الجاية أبشر. هو عاد كان متشاد هو يبوه، فيوم شاف أنه قاعد يتكلم مع أبوه بهدوء كأن أبو ارتخى وسع الصدر. قال 10,000 أنتم هبول، 10,000 ولا هذه ولا دور كامل، وين مكاننا الآن؟ وين حينا؟ حين ما شاء الله. قال دور غيرها. قال يبا قلت أنا أبغاه لين يطلع بس يزيد، بس ما يزيد مرة. زاد الأبو لين كم سلمكم الله؟ لين 14,000. جاني قال زاد ال 14. قلت ممتاز، يعني كل 7 أشهر كم؟ كل 6 أشهر كم؟ قال 7,000. قلت ممتاز جدا، الآن من الآن رتب راتبك اللي تاخذه والمكافأة الجامعة، اعرف أن لازم تحط شيء على جنب. انضغط طبعا هالشاب، يوم جاء بعد 6 أشهر جاء وعطى أبوه 7,000. قال يبا هذه 7,000. قال الأبو يا ولدي عسى ما أنت محتاج. يقولها الأبو إيه طبعا أنا قلت لهالشاب أبغاك تغير طريقتك مع أبوك، هذا والدك أنت ومالك لأبيك، هذا أبوك، أنت حسنة من حسنات أبوك، تسمع؟ قال سم. قلت خل الزوجة تنزل وخلها تسوي غدا تسوي عشاء. قال ما هي بتقصر. قلت لا الحين صار فيه فلوس اشتغلوا زودوها،
قال ابشر. فقعدوا يشتغلون على هالشاب اللي في الثمانينات، حلوه شاب في ثمانينات حلو. الله يمتعنا وياكم متاعا حسنا. فالشاهد سلمكم الله قاعد يشتغل. فيقول يوم جيت اعطيته 7000 قلت اسمع بعد 6 أشهر تجيبها له، لا تقول وتجيبها كامله. جاب له 7000 قال يبا هذه 7000 ايش رايك خذها؟ قال عسى ما انت محتاج يا ولدي. قال والله يبا يا الله طلعته منه ومنه ومنه. قال اجل بس عطني 5 وخذ 2000 زين. ايه بدت الامور. ايه انتهت 6 أشهر يا اخي سبحان الله الدنيا تركض الله يحسن لنا. فانتهت 6 أشهر الثانيه جاب لها 7000 قال يا ولدي ما شاء الله عليك والله منضبط. قال يبا ابي ادي اللي علي وهذا وارضيك يبا. قال طيب ممتاز. شاف على التغير، تغير على مستوى. قال يا ولدي إيك وش رايك عطني 3 وخلي الباقي لك، عطني 4 وخلي الباقي لك. يا طيب. قال شوف يا ولدي والسنه الجايه الله اعلم بننزل الاجار. قال اللي تراه يبا. طبعا السنه الجايه نزل الاجار، قال بننزلها ال10. جاني وقال لي ترى انا عاد متواصل انا وياي، قال نزل ال10. قلت ممتاز ممتاز، 10 10 بعد 6 أشهر تجيب ال5 سمعت؟ قال خلاص. بعد 6 أشهر جاب ال5. قال سم يبا. قال والله انك جيد يا ولدي، اجل بس عطني 3 وخذ 2000. يوم جاء بعد 6 أشهر الثانية قال يا ولدي والله ما شاء الله عليك 2 سنين والله يا ولدي انك منضبط ما شاء الله، اجل بس خل الاجار ب8. طبعا سبحان الله بعد فترة بعد ال2 سنين هذا الولد خذ الجامعة وصارت له وظيفة مرموقة، فتح الله عليه. يقول فتح الله عليه في وظيفة. وقلت له ابوي شوف يبا لو تقول ب30000 تراني بدفع 30000، انا الان فتح الله علي في وظيفة واموري زينة وخلاص. قال لا يا ولدي انت بس خليك انت ويا مريتك عندي ولو ببلاش. فانا اقول من خلال هذه الحاله والواقعه، انا اقول للابناء وللبنات الان بناتنا وابنائنا ما شاء الله بعضهم عندهم وظائف وعندهم، يعني انت حسنه من حسنات والديك. بعض الناس ربما يسكنه ابوه ولا يدفع ريال، ما يصلح. شارك شارك في 1000 2000 يبقى محتاج. بعض الناس يقول ابوي مو محتاج. اي مو محتاج لكنه مسكنك 14 سنه 15 سنه في مجمع. اتق الله يا شيخ، احمد ربك على هالنعمه. اعطه اعطه هديه. بعض الاباء يقول لا تكلفون عليه، لا اعطه هديه، اشتر له شيء، اشتر للوالده، خله يحس انت ومالك لابيك. ابوك تعب وشقى وسوى وطلعك رجال. يعني استغرب بعضهم، الخير لا يزال له، استغرب بعضهم يقول ابوي مو محتاج وش اعطيه هديه؟ كيف ما تعطيه هدية؟ هدية هذه رمضان، هدية العيد، هدية الأضحى، كسوة الصيف. يا أخي أنت ساكن ببلاش. فأنا أقول من خلال هذه الحالة لابد أن نعيد النظر في قضية سلمكم الله، يعني اللي مسكنينهم الآن آبائهم، يعني تجد كثر. أسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين وأن يبارك لنا ولكم بالأعمال الصالحة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم